بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب صحيح الإمام البخاري للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري رحمه الله، رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب الثامن من الكتاب التاسع الخامس والتسعين، كتاب التمني. باب كراهية التمني لقاء العدو. كراهية تمني لقاء العدو، في رواية البخاري لقاء تمني بغير الألف واللام، رواية البخاري أيضا كراهية تمني لقاء العدو، بس لما نقول تمني هنقول لقاء العدو تبقى مضاف إليه. وفي رواية ثالثة للبخاري كراهية التمني للقاء العدو. شوف ثلاث روايات للبخاري في الحتة دي كلها صح. حسب الطبعة اللي عندك بقى، حسب الطبعة اللي عندك تبقى ماشي. ورواه الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام البخاري في صحيح الحديث 33 بعد 307,000. قال حدثني عبد الله بن محمد، قال حدثنا معاوية بن عمرو، قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى ابن عقبة. أبو إسحاق اللي هو إبراهيم ابن محمد الفزاري، لا تفتكروا أبو إسحاق السبيعي تبقى مقلب، خد بالك هنا أبو إسحاق ده مين بقى؟ أبو إسحاق الفزاري اللي هو إبراهيم ابن محمد ابن إيه؟ ابن محمد الفزاري. عن موسى ابن عقبة عن سالم أبي النضر مولى عمر ابن عبيد الله، وكان كاتبا له. يعني سالم ابن النضر ده كان مولى لعمر بن عبيد الله وكان كاتب له ايضا. قال كتب اليه عبد الله بن ابي اوفى، ده صحابي رضي الله عنه، عبد الله بن ابي اوفى الصحابي رضي الله عنه، فقراته فاذا فيه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافيه. طب ما هو النبي كان يعني حث على تمني الشهاده، طب منين بقى لنا تمنى لقاء العدو وفي نفس الوقت ايه حثنا على تمني الشهاده؟ لان ليس طريق الشهاده الوحيد هو لقاء العدو، بل ممكن تلقى الشهاده بطرق كثيره، فهمت ازاي؟ اما لقاء العدو فهيؤدي الى احتمالات كثيره، واخد بالك؟ الا ينتصر الاسلام قد يعني وويلات الحروب وما ينبني عليها وتكاليف الحروب ومصاريفها، لكن ربنا قادر ان هو ينصر الاسلام بغير حرب، زي ما نصر في الاحزاب بريح كده ما حصلش حرب، وزي في تبوك صرف الاعداء بالرعب، قادر سبحانه وتعالى ان ينصر الاسلام بغير ايه ويلات الحروب. كان المسلمون ايه جعل الرسول صلى الله عليه وسلم وجدانهم مبناه الرحمه للعوالم كلها، حتى أعدائهم لا يتمنوا لقاء أعدائهم حتى لا يقتلوا أعدائهم، حتى يعطوهم فرصة لعلهم يدخلون في الإسلام ويعودون ويتوبون. أما الشهادة فلا طرق كثير، ممكن تأتيك من طرق كثير، فلا تناقض بين إيه قول النبي لا تتمنوا لقاء العدو وبين حثه على إيه على طلب الشهادة. باب ما يجوز من اللو. لو دي حرف، لكن لو استخدمت كأنها اسم ممكن يدخل فيها علامات الاسم هو الألف واللام، فهنا استعملها كاسم، مش تقول لي هو حط الألف واللام دي على حرف، لا يجوز. لا يا سيدي، ما هو النبي في رواية ابن ماجة لما كنا بنقرأ سنن ابن ماجة زمان، الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول ايه احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن اللو من الشيطان. شوف جاي الرواية كده، فإن اللو، يبقى استخدمت لو هنا بمعنى الاسم،
فهمت ازاي؟ وبالتالي يجوز ايه انك انت تحط عليها الالف واللام، لان الالف واللام دي من علامات الاسمية، بالالف واللام والندى وايه بايه لا بالايه بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم، ايه تمييز حصل، اللي هي الخمس علامات الاسمية اللي قالها ابن مالك في الالفية زمان ايام ما كنا بنقراها واحنا ايه قدكوا كده، واخد بالك؟ فما تجيش بقى تقول ان لو ده حرف من حروف المعاني فازاي الامام البخاري دخل عليه الف ولام ودي من علامات الاسمية وتتفلسف. بطل فلسفة، العلم اوسع من عقلك، فاهم؟ الضيق. فان الامام البخاري كأن الامام البخاري ما يجوز من اللو بيشير لرواية ايه ابن ماجه من بعيد لكنها لم تصح على شرط، واخد بالك؟ ودي برضو يحفظها ويعرفها علماء الحديث الاشارات دي، ان هو يعني ايه قرأ رواية ابن ماجه وعرفها لكن هو لم يرويها هنا ايه علشان لا توافق شرطه في الاسناد. ما يجوز من اللو، وقوله تعالى لو ان لي بكم قوة، لو هنا مستعدمة شرطية، لو دي حرف من حروف المعنى يفيد ايه؟ يفيد الامتناع للامتناع، امتناع الشيء للامتناع، امتناع الشيء لامتناع وجود شيء اخر، بخلاف لولا. لولا حرف امتناع لوجود، لولا حرف امتناع لوجود، فهمت ازاي؟ فانما لو حرف امتناع لامتناع، يعني اقول لك ايه لو جئتني اكرمتك، يعني ايه؟ يعني امتنع اكرامي لك لامتناعي مجيئك لي، فهمت بقى ازاي؟ انما لولا دي حرف امتناع لوجود، لولا ان يكذبوك، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموا ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموا ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة لغير علم. هنا ايه الجواب محذوف، تقديره ايه؟ لا إيه لا لا ده تقديره لكنت سمحت لكم بقتالهم في مكة قبل الفتح، لكن ربنا أخر لأن كان في مؤمنين مستخبيين في وسط الكفار مختلطين بيهم، فلو كنت قاتلتوهم في الوقت ده ساعة ما بيعتوا تحت الشجرة كنتوا هتقتلوا أخوانكم مسلمين مختلطين بالكفار وأنتم مش عارفينهم، فامتنع القتال من أجل ذلك، وجاء بعد كده فتح مكة بعدها بسنتين، فهمت بقى؟ يبقى إيه وجود المؤمنين، شوف وجود المؤمنين مختلطين بالكفار كان سببا لمانع القتال، يبقى امتناع لوجود، امتناع ايه لوجود، فهمت؟ يبقى لولا امتناع لوجود ولو امتناع لامتناع، ادي الفرق. الاثنين حروف معاني. هنا سيدنا لوط بيقول ايه لو ان لي بكم قوة او آوي الى ركن شديد. لو ان لي بكم قوة يعني لو ان عندي قوة ادفعكم بنفسي او بعزوة من الرجال لدفعتكم، واخد بالك؟ يعني كأنها جوابها محذوف برضو، جوابها محذوف. لان ايه يعني معناها لدفعتكم بها بهذه القوة، لكن ايه او آوي دي ايه بل، هنا قال بل آوي الى ركن شديد، او هنا بمعنى ايه بل مش بمعنى ايه التشكيك او التخيير، بمعنى بل آوي الى ركن شديد وهو الله، وانتم لا تؤمنون بالله فلا تروا قوتي وانا معتمد على الله، انتم بتروا بس الحس، كنتوا عايزين جيش ورايا تخافوا مني لكن انا بقى ورايا الله، انتم بقى علشان مش مؤمنين بالله مش مدركين هذا المعنى، فهمت بقى ازاي؟ ادي المعنى. لا لا دفعتكم ودفعت عن ايه ضيوفي، ما هم جم قالوا ايه قالوا ادينا ضيوفك دول احنا عايزين، قال بقى انا لو كنت قوي وعندي حراس لدفعتكم ومنعتكم ان تؤذوا ضيوفي، بل آوي الى ركن شديد فالله هو الذي ينصرني عليكم، فهمت ازاي؟ وعشان كده الرسول قال ايه رحم الله لوط لقد كان يأوي الى ركن شديد. يعني الخلاصة هنا ان الشرط بتاع لو هنا الجواب محذوف، لو ان لي بكم قوة يعني ايه لدفعتكم ومنعتكم
يعني كأن المانع من ايه؟ من وجود القوة، واخد بالك ازاي؟ منعه من الدفع الحسي. حرف امتناع لامتناع، فهم؟ وعنه به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو الزناد اللي هو عبد الله بن زكوان عن القاسم بن محمد بن ابي بكر قال ذكر ابن عباس المتلاعنين فقال عبد الله بن شداد أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما امرأة من غير بينة؟ قال لا، تلك امرأة أعلنت. هو جايب الحديث ده كله طبعا لأنه ده حديث مختصر من قصة طويلة قرأناها عدة مرات قبل كده، واخد بالك؟ علشان كلمة لو كنت راجما امرأة، يبقى النبي استعمل لو ونهى عن استعمال لو، يبقى لو لها وجهان، وجه صحيح في الاستعمال ووجه منهي عنه، فهمت بقى ازاي؟ فهو عايز الامام البخاري يجيب لك امثله من لو الجائزه، فهمت بقى ازاي؟ اللي هو استعملها النبي ايه، واستعملها الانبياء في القران، زي سيدنا لوط برضو. ما هو الرسول بيقول لو تفتح عمل الشيطان، يعني ما تقولش لو. طب ما النبي لوط قال لو في القران، والنبي هنا قال لو، يبقى في لو جائزه ولو لا تجوز. لو التي لا تجوز هي اللو التي تظن أن فعلك مؤثر في قدر الله، هو دي التي لا تجوز، فهمت بقى ازاي؟ لكن لو للتمني لا بأس، فهمت ازاي؟ أو لو للعرض للتخيير، لو اشتريت مني كذا أعطيتك كذا، دي لو للتخيير، واخد بالك؟ وقد تكون لو للتحضيض، يعني إيه أحضك، يعني أدفعك لفعل شيء، لو فعلت الخير، لو وجدت الله كريما مثلا، أدي للتحضيض، فهمت ازاي؟ وهكذا. يبقى لو دي لا استعمال كثير في لغه العرب، مش استعمال واحد. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن لو باستعمالها انها تفتح عمل الشيطان التي تورث الندم والحسره على ما قضاه الله وقسمه، فهمت ازاي؟ دي بلاش منها، لان ربنا مش عايز يحسر قلبك. لما يحصل حاجه تزعلك ما تزعلش قوي، لان دي قدر الله، تقوم ترضى، مش تفضل تلوم نفسك. لو كنت بس ما نزلتش النهارده، لو كنتش عملت حادثه، لو كنت يا سيدي، كانت الحادثه هتجيلك في بيتك. فما تزعلش، تقوم ايه، تقدر تواجه الدنيا بدون حسره والام شديده، فهمت؟ زي ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها، ان ذلك على الله يسير، لكي لا تاسوا، يعني تتحسر او تفضل تقول لو، لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم. يبقى لو التي تورث الحسرة والتي تدل على عدم الرضا بقضاء الله هي المنهي عنه، أما اللو بمعاني أخرى فجائز. هذه المسألة. طب في قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أطعوهم وما قالوا لهلكوا وهلكوا جميعا، لو هنا للتوضيح مثلا؟ للتوضيح والتخيير، والتخيير وبيان العاقبة، بيان العاقبة. ده لو لولا دي لما تقعد تقرا علماء المعاني كاتبين فيها ايه، تقعد تقرا فيها عشرات الصفحات، ويجيب لك اشعار في استعمالها المختلف بقى للعرض وللتمني وتعلى، في الاخر بعد ما تخلص العشر صفحات تلاقي نفسك ما فهمتش حاجه، عايز تقراهم تاني علشان تحفظ بقى، لانها استعمالاتها كتير في لغه العرب، استعمالاتها كثيره جدا في لغه العرب. وعنه به قال، يعني النبي لما قال لو كنت راجما امرأة من غير بينة، برضو ايه، برضو محذوفة الايه، الاجابة، لا رجمتها، كانت امرأة سيئة السمعة لكن ما سبتش عليها زنا، فهمت ازاي؟ فالنبي يقول لو كنت راجما بغير بينة، بغير اعتراف وشهود، لرجمت هذه، لكن النبي تركها، دي كانت امرأة سيئة السمعة. غير المرأة اللي هي لعنت زوجها، دي غير دي، فهمت ازاي؟ وعن ابي قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو حدثنا عطاء قال اعتمى النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، يعني النبي اخر العشاء لحد ثلث الليل، يعني شوف بقى، قاعد مثلا لحد الساعه الوقت العشاء بتبدا مثلا 6:30، ام خلاها لحد الساعه 10، لسه ما صلاهاش. الله، الصحابه ناموا قاعدين في المسجد، نام طبعا طول النهار بيشتغلوا، ما عندهمش العربيات زيكم كده ولا مرفهين،
وطول النهار مجهود ماشي، واللي بعضه يزرع واللي بعضه بيتاجر واللي بعضه مجهود، حياة فيها جهد. ده حتى عشان يجيب له رغيف ياكله انت تروح تجيبه على طول كده تاكله، لا ده هو لسه يجيب الشعير ويديه لمراته ويقعدوا يطحنوه وبعدين يبخوه وبعدين يعني على ما ياكل الرغيف يكون ان شاء الله نمله 6 ساعات. فكانت حياتهم صعبة، عشان بس يغسل ايده بعد الاكل يروح بير في اخر المدينة ويشيل القربة ويروح يوديها البتاع ويملأ. يعني انت الوقت تفتح الحنفية تلاقي ايه، خلاص سهلة. يعني حياتنا احنا ميسرة خالص مش زي حياتهم. فطبعا الصحابة ايه قاعدين مستنيين النبي يجي يصلي 3 ساعة نصها كله نام، واخر بالك بقت 10. ايه يا رسول الله هتيجي امتى؟ عايزين ننام. فهمت؟ فاعتمى. اعتمى يعني ايه؟ يعني دخل في عمق الليل. قال اعتمى النبي بالعشاء، فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان. كان سيدنا عمر ايه يعني عنده دلال على النبي كده، الصحابة كانوا يخافوا يتكلموا دي. وحتى ابو بكر شوف مع علاقته بالنبي قوية زي اقوى من علاقة سيدنا عمر، الا ان سيدنا عمر كان يمتاز بالدلال على النبي. يعني ليه دلال على النبي كده؟ النبي يستحمل من عمر ما لا يتحمله من غيره، ما هنا النبي كان يتحمل الخلق جميعا، لكن سيدنا عمر كان عنده دلال معروف. فلما لقى الناس نامت والشخير ملى المسجد والنبي لسه كلهم عينيهم على باب الحجرة النبي انها تتفتح ويخرج النبي بقى يصلي، يقيموا الصلاة بقى عشان تنتهي الليلة اللي مش عايزة تخلص دي، واخد بالك؟ فراح سيدنا عمر نادى على سيدنا رسول الله، الصلاة يا رسول الله. طبعا منصوبة على الإغراء، الصلاة هنا منصوبة هي على الإغراء. رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي. جاب لولا هنا بقى، ما إن لولا من جنس لو، يعني لولا أن أشق على أمتي أو على الناس. وقال سفيان أيضا على أمتي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة. قال لدرجة في رواية بيقول والله إن هذا لوقتها، يعني وقت العشاء هو ده وقتها، صليها 10 بالليل و11 بالليل. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا خياره، قال له تحب يا حبيبي يصلوها الوقتي ولا أبدرها لك شوية؟ قال له لا أبدرها لي يا رب، فبدرها له حتى لا يشق على أمتي. يا له التصريف في التشريع، له التصريف في التشريع هنا. يعني إيه وقت العشاء أصلا كان هيبقى إيه؟ عند منتصف الليل أو عند إيه؟ ثلث الليل، ده وقتها الحقيقي. النبي يقول والله إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، فجعلها بعد غياب الشفق وخلاص، بدري بدري عشان الناس تلحق تنام، وانت عشان تلحق تسهر، ما انت ما بقتش تنام بعد العشاء، انت بقيت مشكله، عامل لنا مشكله كل يوم تسهر لي قد كده وتضيع عليك الفجر، او تصلي حتى الفجر وتنام بعد ما تلحقش حتى من كتر ايه السهر تختم الصلاه مسكين. فاهم؟ فما بالك بقى لو كان ايه عملها الساعه 10 بالليل و11 بالليل، كانت هتبقى صعبه شويه. لولا ان اشق على امتي او على الناس. وقال سفيان أيضا على أمتي، مكان الناس يعني، لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة. قال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أخر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرواية الأولانية قال إيه؟ قال إيه؟ لا يا سيدي، حدثنا عطاء قال أعتمى. عطاء ده ابن أبي رباح، ده تابعي، يعني ما فيش، يعني كأن الحديث مرسل. خدت بالك بقى؟ خد بالك الامام البخاري ليه كلام دقيق لطيف. هنا اللي بيروي الحديث مين؟ التابعي عطاء، بيقول اعتمى النبي. طب هو عطاء ده شاف النبي؟ ده ما شافش النبي، جابها منين؟ فين الصحابي اللي يقوم يجيب لك بعد كده ايه ان الصحابي اللي سقط هنا هو ابن عباس في بقيه الكلام. فهمت بقى ازاي؟ عشان يجبر الارسال اللي ذكره في الروايه الاولى. فهمت بقى؟ قال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس. خدت بالك؟ يبقى جاب لك هنا ايه؟ المحذوف، الصحابي المحذوف. عن ابن عباس اخر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاه، فجاء عمر فقال يا رسول الله رقد النساء والولدان، فخرج وهو يمسح الماء عن شقه. يعني ايه؟ كان النبي ايه حديث عهد بغسل يعني. يقول انه للوقت لولا ان اشق على امتي. وقال عمرو حدثنا عطاء ليس فيه ابن عباس، أما عمرو فقال رأسه يقطر. وقال ابن جريج يمسح الماء عن شقه. شوف معاني واحدة إلا أن التعبيرات مختلفة،
لكن كل تعبير له إسناده يدلك على دقة الأمة في نقل الأخبار. فهمت؟ وقال عمرو: لولا أن أشق على أمتي. وقال ابن جريج: إنه للوقت لولا أن أشق على أمتي. وقال إبراهيم بن المنذر: حدثنا معا. قال: حدثني محمد بن مسلم عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. برضو النبي خير من الله، قال له: يا حبيبي، تريد أن أجعل السواك شرط لصحة الصلاة أم سنة؟ قال: لا، سنة يا رب. فهمت ازاي؟ اختار انه يجعله سنة، وإلا هيبقى شرط، معناه لو معكش السواك معناه مش هتخش تصلي، استنى بقى ما تجيب سواك. وكثيرا ان انت ما تبقى ماشي ويرزن عليك مؤذن وفي صلاة، وتصور انت السواك شرط، هتضطر انك تضيع الصلاة لحد ما تحصل السواك، زي ما تضيع الصلاة لحد ما تحصل ثوب تستر بيه عورتك. فهمت ازاي؟ بقى كأنها شرط صحة الصلاة كستر العورة ودخول الوقت والوضوء والحاجات دي كلها. فهمت ازاي؟ لكن النبي من رحمته بأمته قال ايه: لولا ان اشق على امتي لاوجبت عليهم السواك وشرطته لصحة الصلاة، ولكن هو للندب. فهمت بقى ازاي؟ ودي كلها من تيسير النبي في التشريع، ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما. وبرضه لما سألوه: في كل عام يا رسول الله في الحج، أفرض الله علينا الحج في كل عام يا رسول؟ قال: لو قلت نعم لوجب. فهمت ازاي؟ ذروني ما تركتكم، لوجب وما استطعتم. وعن أبي قال: حدثنا عياش بن الوليد قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: واصل النبي صلى الله عليه وسلم آخر الشهر، يعني آخر شهر رمضان، آخر يومين ثلاثة كده النبي واصل، يعني كان لا يفطر ولا يشرب، متواصل كده، يعني يوصل صيام اليوم باليوم اللي بعده دون أن يطعم شيء ولا يشرب، اسمه واصل. الصحابة من حبهم في النبي عايزين يقلدوا النبي في كل حاجة، فبعضهم إيه؟ واصل مع النبي، ما بقاش كمان يأكل ولا يشرب. والنبي قايل لهم قبل كده: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. لكن هم من حبهم فيه برضو عايزين يقلدوا في كل حاجة. فهمت ازاي؟ واصل النبي صلى الله عليه وسلم آخر الشهر، وواصل أناس من الناس، يعني من الصحابة، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو مد بي الشهر لواصلت وصالا. شوف، لو جايب الحديث ده عشان كلمة لو، لو مد بي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم. يعني لو كان استمر الشهر فضل عليه ايام كان كنت قعدت اواصل بالاسبوع لحد ما يغموا عليهم خالص ويحرموا يعملوا كده. فهمت ازاي؟ لكن ربنا رحمهم، الهلال طلع وخلص الشهر. لو مد بي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم. يبقى لو هنا جايه ايه؟ ايه يعني للتعنيف، استعملها هنا النبي للتعنيف. فهمت ازاي؟ لان ساعات تستعمل للتمني وتستعمل للتعنيف وللتحديد وللعرض، ليها استعمال كثير. هنا استعملها النبي معنفا له. فهمت ازاي؟ يدع المتعمقون تعمقهم، يعني اللي هم ايه؟ المتعمق اللي هو ايه؟ اللي يكلف نفسه ما لا يطيق. فهمت ازاي؟ طب ما تبطل يكلف نفسك، يعني كلفوا من الأعمال ما تطيقون. النبي كان يقول كده: كلفوا من الأعمال ما تطيقون. إني لست مثلكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقين، يعني يديني قوة الطاعم الشارب، مش يسقيني حقيقة، وإلا لو سقاه وأطعمه حقيقة يبقى مش مواصل. يعني كأنه بيعطيه قوة الطاعم الشارب بغير طعام وشراب. فهمت بقى إزاي؟ إني لست مثلكم. وكلمة إني لست مثلكم دي لازم يعرفها الوهابي اللي يعمل خطبة جمعة إن النبي بشر معتاد، واخد بالك؟ يدل على جهله، وأنها خطبة جمعة أصلا بتغير بتفسد عقائد المصلين، فالأفضل المصلين ينصرفوا يصلوا ظهر،
بدل ما يسمعوا الكلام ده ويفسدوا عقائده. لأن النبي لو كهيئتنا يبقى لا يوحى إليه. خد بالك، النبي في هيئة يتحمل الوحي، لو كان مثلية مطلقة يبقى لا يوحى إليه، يبقى أنت كده أنكرت النبوة. لا، ده بشر يوحى إليه، كمل يوحى إليه، مش توقف عند بشر. ده البشر يوحى إليه، هل كل بشر يوحى إليه؟ يبقى ليس مثلنا، ليس كهيئتنا. فلازم الايه الوهابي اللي بيعمل خطب جمعه دي، انا مره زمان وانا في ثانوي كنت لسه صغير حضرت خطبه جمعه مع واحد قال ايه النبي بشر معتاد، وقاعد كل الخطبه انه بشر معتاد، بياكل وبيجوع وبيشرب وبيتجوز ويتالم ويتجرح، يبقى بشر معتاد. طب وليه ما قلتش بيوحى الي؟ فين القران ونزول الملك؟ هل كل بشر كده؟ لكن هو تلويث الفكر الوهابي في اذهان كثير من الناس. فهمت؟ روحت البيت متنكد، واخد بالك، لما سمعت الخطبه دي. لان احنا اتربينا طول عمرنا ان النبي ده يعني بشر لك البشر، طول عمرنا متربين كده، كل المسلمين عارفين كده. يجي لك شويه طوائف من البدو جاي لنا كده من الصحراء، ما فهمش جم منين، يلبس لك غطره ويقف يقول كلام ما نعرفوش، حاجات غريبه الشكل. درجه راجل خطيب في الكويت، خطيب جمعه في الكويت، خطب جمعه مدح فيها النبي، يعني مدح فيها النبي، قال ايه؟ والنبي مهما قلنا مش هنمدح لعلمك يعني. يعني قال ان والدي النبي ليسوا في النار، وترد على آمنة، وان رسول الله استسقى به سيدنا العباس كما استسقى عمه ابي طالب وهو صغير فنزل المطر، يعني كلام عادي. حولوا لي التحقيق واوقفوه، قالوا لانك انت كده جاوزت في مدح النبي، وانك انت عقيدتك تبقى فاسد. لأن اللي ماسكين وزارة الأوقاف في الكويت وهابية جهلة. فهمت إزاي؟ يعني شيء عجيب يعني. يعني لما واحد بيقول حقائق موجودة في كتب السنة، اللي بيقوله ده كله مكتوب في كتب السنة، إزاي تقول حاجة غريبة؟ يتردى على آمنة ولا يجوز التردي على من مات قبل البعثة. الله، مين قال لك لا يجوز؟ هل النبي قال لا تتردوا على؟ طب ما النبي كان يتردى عن إيه؟ ورقة بن نوفل، ومات قبل ايه؟ البلاغ. وكان يتردى على كثير من اللي ماتوا على الحق، زي مثلا عمرو بن زيد وغيره، كان من متنسك العرب القدامى الذين لم يعبدوا الاصنام، كان يتردى عليه. لكن ما تفهمش، هم جهله يعني، مجموعه جهل، وخدوا مناصب وفي ايديهم قنوات فضائيه وعندهم اموال ان شاء الله هيسلبوها، يطبعوا بها كتب، ينشروا بها هذا الفكر العقيم. فنسأل الله السلامة. والعجيب ان في بعض الوهابية ماسكين مناصب في مصر في وزارة الاوقاف، ما زال وما زالوا في الازهر حتى اساتذة لحد دلوقتي. الفكر الوهابي لعب في اذهان كثير من الناس، فاحذروهم، احذروهم ولا تنظروا لمناصبهم. فهمت بقى ازاي؟ النبي بيقول اني لست مثلكم، اني لست كهيئتكم. هو لو هيئتنا يتحمل الملك، وانت تتحمل ملك ولا ينزل عليك قرآن؟ إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. تابعه سليمان بن مغيرة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أبي قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري، وقال ليس حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب أن سعيد ابن المسيب أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا فإنك تواصل، قال أيكم مثلي؟ يا وهابي اسمع، أيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم كالمنكل لهم. كويس، المنكل يعني المعاقب له. وعن أبي قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدري. الجدري اللي هو حجر إسماعيل، لأنه كان إيه محوط بجدار كده يسموه الجدر، اللي هو حجر إسماعيل. سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدري، أمن البيت هو؟ قال نعم. قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت فما شأن بابه مرتفعا؟ ليه باب الكعبة عاملينه مرتفع كده؟
قال فعل ذاك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، لولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه في الأرض. جاب الحديث ده عشان لولا، واخد بالك؟ وعن أبي قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار، لبيان إيه كمال عظمة الأنصار الذين نصروا الدين. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لولا أني هاجرت، والهجرة مرتبتها أعلى من النصرة، الهجرة مرتبتها أعلى من النصرة، لولا أني من المهاجرين لانتسبت للأنصار، لأن المرتبة التي تلي الهجرة هي إيه؟ النصرة. فهمت إزاي؟ وده بيان لرفعة شأن الأنصار وجبرا لخاطرهم. وعشان كده بيقول إيه؟ ولو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار، لأنهم موفقين، لأن النبي عرض أمره على سائر قبائل العرب، لم يوافقه وينصره في البيعات إلا الموفق منهم وهم الأنصار في المدينة، فدلوا على أنهم أوفق العرب في عصر النبي، لأن كل القبائل رفضت نصرة النبي لحد ما جم الأوس والخزرج بايعوه بيعة العقبة الأولى والوسطى وإيه والكبرى. وعن أبي قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. تابعه أبو التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب. يعني إيه؟ يعني ما قالش وادي، يعني قال شعب بس، ما قالش إيه أو هنا واديا أو شعبا في الرواية الثانية في الشعب. وهكذا نكون انتهينا من كتاب التمني، وغدا نبدأ كتاب أخبار الآحاد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك كما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.